أنا بسمي نفسي أن أنا من المحاربات، مش من كنت من المتعافيات فقط. مرض السرطان هو هجوم شرس من عدو بسلاح بيهجم على البني آدم، فيجب أنك تحملي سلاح أقوى منه علشان تغلبيه، فلازم تتسمي بالقوة طول الوقت. أنت ما شاء الله عليك إيجابية، ويمكن هذا الشيء بيساعدك؟ أكيد. أنا على فكرة إنسانة اللي قدامك ممكن أكون باين عليا أن أنا في منتهى السعادة، أو ممكن أكون بلا مشاكل. بالعكس، أنا كل ابتلاءات، أنا حياتي كلها ابتلاءات، ولكن اتعلمت من ابتلاءات اللي في حياتي أني أكون قوية ومتفائلة. الله بيبتلي اللي بيحبهم. الحمد لله أنا عارفة ده، فعلى قد اليقين اللي عندك هو ربنا بيكرمك. وبعد مرور أعوام على شفائها من مرض سرطان الثدي، إلا أنها بتحرص بشهر أكتوبر من كل عام، وهو شهر التوعية بسرطان الثدي، تحث النساء على أهمية إجراء الفحص المبكر. كشف المبكر ده مش موضوع أنه كشف مبكر وبس، يعني عشان تعرفي أن عندك سرطان، لا، علشان تلحقي نفسك ما تدخليش في دايرة أسوأ في العلاج. يعني كل ما اكتشفتي بدري أكتر، يعني في واحدة ممكن تكتشف متأخر فيتشال صدرها، في واحدة ممكن تكتشف بدري ما يتشالش صدرها، يتشال الورم بس، في واحدة ممكن يبقى الكيماوي مش قوي فما يقعش شعرها، زي ما أنا مثلا وقع شعري وحواجبي ورموشي كلها، أنا اكتشفت متأخر. بينما بدرية أحمد اللي شاركت أيضا بالندوة للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي اكتشفت المرض بالصدفة. أكبر غلط سويته أني ما فحصت. أكبر غلط أني أنا رحت على التجميل، شفت أنه صدري كبير صاير، ما عرفت شو الموضوع. المفروض أنه حتى هو كجراح أنه يفحص، أنه يقول لا روحي سوي خزع، سوي المواضيع هذه تصوير على الأقل. وشو الإجراءات اللي اتخذوها معاكي؟ بقى ورم واحد، وبإذن الله تعالى إن شاء الله أني أنا قد نهائيا ما قاعدة أفكر فيه لأنه حميد. سو ما عم بتفكري تستأصلي الورم اللي باقي؟ بلا بستأصلها. بس شو؟ بس يعني أقول مو وقتها، خلني أخلص، ما أدري، أهم شيء مسؤوليات عيالي، أو أخلص مسؤوليات عيالي بعدين أفكر. وفي نفس الوقت في خوف، في شيء يصير في تحفز أو أنه ينشط مرة ثانية، هذا هو الخوف. بس والخوف سيطر أيضا على كل محبي الإعلامية بسمة وهبة بعد الوعكة الصحية الأخيرة اللي تعرضت لها. خبرين عن وضعك الصحي بالوقت الحالي. أنا كان عندي مشكلتين يا دانا، دول اللي ودوني لندن. كان عندي مشكلة أنه أنا من سنة بيحصل لي حاجات كتير في معدتي، فاتعمل لي عمليات كتير، فمعدتي بقت عاملة عارفة التيشيو الكلينكس دي لما تتبل، فلو دخلتي خلاص دي يعني أخطر شيء في الحياة. رحت للدكتور الأورام بتاعي اللي كان بيعالجني في لندن، قال لي أنا شايف حاجة على الرحم، لازم أنه إحنا ناخد عينة مع المعدة. دي قصة تانية على فكرة. سو هذا الورم طلع ورم حميد؟ هو مش ورم سرطاني، ولكن الهرمونات فيه هرمونات نشطة، فده قلق الدكتور وقال لي لازم ان احنا، قلت له طب شيل، يعني شيله ما عنديش مشكلة. فقال لي لا انا مش هشيل، مش بحب ان انا عالج أجرسيف. انا هعمل لك حاجة، هيحط لي حاجة تطلع هرمون عكس الهرمون ده. دخلت العمليات وحطيتها وكل حاجة وماشي على العلاج وتعافيت، بعتبر نفسي ان انا تعافيت. اول حاجة عملتها اني سجدت سجدة شكر لله وحمدت ربنا انه رجعني بالسلامة وقومني بالسلامة.